رضا، مرحبا بك. مرحبا. واخا نرجعوا في البدايه، ما كانت سميتك رضا، كان سميتك بوجمعه. عاود لي على شنو، كيفاش لباك حتى سماك بوجمعه؟ حيت كل سميه عندها شي قصه. كيفاش تسميتي بس نهار الجمعه؟ انا ساليت نهار الجمعه. نزلتي نهار الجمعه؟ ايه. وعمي هو اللي سمانا السميه هذه، حيت ساليت نهار الجمعه قال لك حش واحد شحال هذه، كان واحد واحد اللعيب اش فهمتي، لزاد بنادم التقاليد، لزاد بنادم الخميس تسماو خميس، خميس في حركة. انا بغاو يديروا لي في حركة. ولكن واخا انت عندك 18 عام، زعما ماشي شي حاجه، ماشي قديم. بكري اللي كان هاد الشويه ديال دابا راه ولا اليوم بكري شويه، راه عصر هذا غادي، راه ما تحملش انا ديك السميه. حتى شان كبر وغادي نتعقد معاها. في الاول كانت بوجمعه ما ديرونجيكش؟ ما ديرونجيكش في الصغر، ما كانش الصغر ماشي مشكل. ماشي مشكل. امتى حسيتي بلي بوجمعه تتحس بليك القلق؟ ابتدائي الاخر ديال الابتدائي في الاعدادي. في الاول الاعدادي السابعه تشام بديتي كتحس تكبر شويه وكتحس بوجمعه تبقى تجيهم بحال شي معيوره، بحال كيضحكوا عليك الدراري. فهمتي، ما متقبلاش انا هذيك السميه. شنو الدراري في القسم ولا في الحومه ولا القسم في المجتمع في ما كان في ما مشيش؟ شتي ماشي ما تدخلش ليه العقل بان السميه راه بوجمعه وهي راني عاديه. كاين بنادم الراعي ديال بنادم هو اللي هاد بنادم هما غير الدراري الصغار، ماشي الدراري الصغار، ما حدكش كبر، ما حدكش المشكل تيكبر، المشكل تيكبر هكذاك. اذا في الاول بداو تيحرجوك الدراري اللي كرانك في القسم وانت كتكبر والمشكل تيكبر. واش كنتي كتضايق تتمشي لداركم مفقوس وتبكي عند باك اش هاد السميه درتو ليا ولا شنو؟ شنو كان الفعل ديالك رضا؟ عام وانا تناقر مع الدار في طريق السميه. عاد وما يتقبلوا بان راه شنو كان تيقول لك باك؟ كيفاش كيقنعوك بلي هذه راه سميتك وخصك تحافظ عليها وتدافع عليها؟ اش يقنعوني ديما باش يقولوا لي لا يا راه عمك الله يرحمه هو اللي سماك وكذا، فهمتيني؟ انا ما تقبلش هذه السميه. انت ما بغيتي لا عمك ولا ما تخلاش لي راسي. فهمتيني؟ علاه انا يقنعت الدار باش نبدل السميه. اش من عمر باش صافي خديتي قرار انك خصك تبدل هذه السميه؟ في 15 عام. 15 عام. 15. واخا عطيني على فكره رضا، شنو هي المواقف ولا اللحظات اللي وقعت ليك اللي فعلا حسيتي بلي هاد السميه ما عندك حتى علاقه بها وانت ما بغيهاش وما حاملهاش؟ شكون ما مريح مع الدراري تضحكوا وش تلعبوا شويه، شي بنادم بوجمعه هاد الايام اش كانوا شي عيطوا ليا لو بيغ دو فوندرودي. يعني ترجموها هما كاع. فهمتي. ما جينيش تعصبني. معلوم. عاوتاني شكون واقفه مع شي دريه وصل هي مع انت هي كتعصبك هاد السميه وما كيزيدوا حكاو فيها المغاربه. لحد تيشدوك من جهه الدار من جهه المضرور فيها يبداو عاد يزيدوا يحكوا عليك علينا. فهمتي؟ الا كنتي واقف مع شي بنت شنو قلتي؟ فهمتي؟ حدك تقول لك شنو سميتك، تقول لها السميه فلان، حدك تمشي للدار تعيط لها تقدر تعطيها عليك، تقدر دير لك شحال من حاجه. فهمتي؟ تقدر تضحك في هذيك اللقطه اللي تقول لها سميتي بوجمعه. زعما انت ولدت تبان مودرن وكتبان ستيل اللباس وكذا، لا علاقه مع هاد بوجمعه. لا علاقه ما عنديش العلاقه بهاد بوجمعه هذا اللي ما كتبانش قديم ولا ما كتنتميش زعما للستينات ولا السبعينات باش تسمي بوجمعه. فري كنا ما كنتش عايش في المجتمع اللي عايش فيه دابا، عايش في شي مجتمع قراوي وكذا، نتقبل السميه كاينش المشكل. انت ولد المدينه ما يمكنش تكون سميه قرويه وانت ولد المدينه. فهمتيني؟ واخا مازال رضا نكملوا معاك هذه القصه ديالك وكيفاش حتى رفعتوا دعوه باش تبدلوا هذا الاسم. معاك السي رضا، من بعد كيفاش قنعتي الوالد ديالك انه ولا بدا خص تبدل لي هذه السميه ديال بوجمعه؟ كيفاش وصلتي ليه الاحراج اللي كتحس به مع الدراري باش قنعتي له ولا الوالده باش يبدلوا لك هذه السميه؟ وهي كل ما تبدلاش هذه السميه هذيك باقي لحد الان باقي في المرض. ياك باقي تعقدات الامور. كنت زاد تعقدات الامور اكثر من هكا. دابا راه الحمد لله. فهمتي؟ عام وانا معاهم تنجيش ندخل البيش باش نهضر مع شي واحد كذا باش يتقبلوا هذيك الفكره ديال نبدل السميه. نفسيا يعني ضراتك هذه القضيه هذه. مع الوالده كيفاش كانت تتعامل معاها؟ الوالده كانت الوالده في اي لحظه قالت لي اش بغيت تبدل سميتك نمشي معاك انايا. اي ورقه هي الوالده ما كانش عندها مشكل النهار الاول فاش عمك سما بوجمعه؟ لا ما كانش ما كانش صحاب اللي بغاو نوصلوا لهذا
ياك بحال هكا، حيت كتوقع في المجتمع ديالنا رضا كيجي شي اما الراجل كيبغي يسمي على باه ولا على امه، المراه كتكون ما باغاش تتكون سميه قديمه وما كتكونش باغا ولكن ما عندها ما دير، كدير الخاطر زعما حتى هي تكون دارت الخاطر لعمك وصافي. هي دابا لحد الان باقا تقول لي انا ديك السميه ما انا ما كنت ما باغياهاش، ماشي ما باغياهاش، ما باغا شي سميه وحده اخرى اللي تمشي لك مع السن ديالك مع العصر ديالك. التسميه جات فحال صدفه. بحال اللي قال الاستاذ قبيله اللي تيجيب اضحيه شي يقدر يسمي. داك الشيء اللي كان في التقاليد ديالنا. داك الشيء اللي كان في التقاليد. انا في حاله نجيب الحاولي ولا نسمي. انا تقريبا في حاله المشكل اللي طحت فيه. وقنعت بقيت ولكن هاد بوجمعة هاد سميت عمك ولا سميت شي حد سميت من هاد الجمعه؟ انا تزاديت نهار الجمعه. يعني غير على حساب صدفات مع الجمعه مع الجمهور، ماشي شي سميه ديال شي حد اللي عزيز عليكم بغيتو لا ما كاينش في العائله سميه بوجمعه. ما عليناش عام وانا تنهضر معاهم نهار على نهار تنهضر معاهم حتى قبلوا ديك الفكره ديال باغي نبدل انا سميتي انا راه ما نبقاش. صافي الوالد وقف معايا درت محامي ورايقاش. شحال خدات الدعوه ديال الوقت؟ خدات شي 3 شهور. 3 شهور واختاريتي عطاوك هذه المره الحق انت تختار اللي بغيتي ولا عاوتاني باك وامك قالوا لا حنا نختار اللي بغينا؟ قالوا لي اختار اللي بغيتي ولكن انا خليتهم هما يختاروا. داروا سميات فراق وداروا قرعه وزعما هذه المره كان عندك الحق دير اللي بغيتي. ندير اللي بغيت ولكن انا خليت لهم الراي لهم باش من فهمتي هما يبدلوا غير بجمعه اللي جات مزيانه عندك انت. داروا سميات سميات زوينين ما فهمتي عجبوك؟ عجبوني انا. داروا سميات فراق خويا درياش خويا شاش خويا كبير داروا قرعه وطلعت رضا. رضا انت راضي عليها؟ راضي عليها. كان عاجبك الحال ديك الساعه؟ الحمد لله. واخا كنتي عايش بوجمعه حتى ل 16 عام تقريبا ياك؟ 16 عام. ودابا هذه عامين باش تبدلت، كيفاش قدرتي عائلتك عماماتك عمامك خوالك صحابك جيرانك اللي تيعرفوك بوجمعه كيفاش بديتي كتبدل هذه السميه؟ كيفاش كتمحيها من عندهم وتبلاصيها لهم برضا؟ هما تقبلوها حيت فهمتي انا درتو شي اسبوع اخر ولا شنو؟ لا درنا لا ما عرفتوش عليهم قلتوا رجعوا عاوتاني نديروا سميه واحده اخرى. لا ما كاين لا اسبوع ولا ما بين العائله وكذا. وتقبلوها الناس عادي ما فهمتي ولاد الحومه الاقارب كلشي تقبلها عجباته بان التسميه تبدلات حيت بنادم ما عارف شنو كاين. بنادم عارفني الا بقيت انايا انا هو عارفني بانني مريض بهذ السميه هذه باش ما بغيتش بنادم يعيط لي بديك السميه عليها بنادم تقبل هذا ياك حتى هما كانوا حاسين به حاسين. ولات رضا ولات رضا دابا ما بقاش عندك مشكل مع صحابك مع صحاباتك مع العلاقات اللي عندك ما بقاش شي حرج؟ لا دابا شكرا بزاف رضا.